شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في أعمال اجتماع الطاولة المستديرة لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بقطاع التعدين. الاجتماع أقيم في إطار انعقاد قمة مستقبل المعادن والتي تقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الرياض حيث تعد الأولى من نوعها والمتخصصة بقطاع التعدين في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا. هذا وقد اشتملت اعمال الاجتماع على تقديم عروض ومناقشه عدد من الموضوعات الاقليميه والدوليه المعنيه بقطاع التعدين ومستجدات تنميته ومساهمه مشاريع التعدين في تنميه المجتمعات واستدامتها ووضع تصورات لمستقبل مستدام لقطاع التعدين